تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي حبك الاثنين، ثاني يوم في الأسبوع. إن شاء الله كان يوم الأحد بداية أسبوع جميل إيجابي، ويمشي هالأسبوع مثل ما احنا نحب. نهاية السنة طبعا جربت، الله يعود علينا إن شاء الله كل سنة نكون في بلد أمن وأمان، ومن نجاح إلى نجاح، إلى تطور، إلى توسع وتحسين في الخدمات، وننعم في ظل شيوخنا الكرام، آمين إن شاء الله. ومقدمة نقول لكم كل عام وانتم بخير، بمناسبة نهاية 2019-2020 بيكون عام حافل إن شاء الله، هو عام الاستعداد للخمسين وعام إكسبو. أنا وايد متفائلة بعام 2020، أحس عام بيكون عام جميل، عام فيه إنجازات أكثر وأكثر وأكثر. فإن شاء الله دورنا إحنا كلنا نحن نعمل بجد واجتهاد عشان نحقق رؤية شيوخنا الكرام ووثيقة الخمسين. صبح عليكم من خلال برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي يطل عليكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:06 تقريبا إلى الساعة 11 تقريبا، نكون معاكم على مدى ساعة على الهواء. هالبرنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا إذاعة نور دبي. طبعا احنا دائما نقول هالبرنامج هو برنامجكم وبرنامجنا، عشان شي دائما تواصلوا معنا، أعطونا ملاحظات، اقتراحات، شكر، رحتوا مكان في الهيئة لقيتوا خدمة جميلة، معاملة مميزة، اتصلوا واشكروا وقدموا الاقتراحات. أريد أقول الاقتراحات جدا مهمة عشان تساعدنا كثير في تطوير الخدمات اللي عندنا في هيئة الصحة بشكل خاص وفي الإمارات بشكل عام. عشان تتواصلوا معنا وتعطونا اقتراحاتكم وأراءكم وملاحظاتكم، فأرقام التواصل هي 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006. ورد أذكر وأكد، إذا عندكم أي سؤال طبي أو شدد على موضوع طبي لا تتريوا لنهاية البرنامج، يكون وايد صعب نعطي السؤال حقه من الإجابة، لأن بالعادة لما ينطرح علينا سؤال طبي في البرنامج نبقى ناخذ تفاصيل زيادة، تاريخ المرضي، شو اللي استوى، فما يكون في مجال، وحتى ما في مجال نعطيكم الإجابة الكاملة أو شو مفروض تسوون أو شو العلاج المقترح أو المفروض تروحون تشوفون الدكتور المختص. فدائما استغلوا بداية البرنامج بأنكم تعطونا الأسئلة الطبية اللي أنتوا عندكم. وأرد وأقول عن خلال أي وسيلة من وسائل التواصل، راديو، تلفزيون، وسائل التواصل الاجتماعي، احنا نعطي فقط الرأي، هي مو استشارة كاملة، هو مجرد رأي، مثل ما يقولون ندليكم. مثلا واحد مثلا عنده صداع مزمن ما يعرف وين يصير، نقول له مثلا روح في عيادات صداع، عنده ألم مثلا في الكاحل ما يعرف هل يشوف طبيب أعصاب، هل يشوف طبيب عظام، هل طبيب روماتيزم. فاحنا فقط نوجه، لكن التشخيص الأول والأخير أكيد يكون بعد ما تشوفون الطبيب. فما في تشخيصات تاخذونها عن طريق أي وسيلة وسائل التواصل، ولا راديو ولا تلفزيون، بعد فحص الطبيب فقط. مثل ما تعودنا دائما في البداية يكون عندنا الفقرة التغذية. اليوم والله فقرة التغذية، والله فقرة التغذية أنا أشياء أحيي فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي وقسم الإعلام على إعدادهم الحلقة. ورد أقول مو سهل إعداد حلقة كل يوم لبرنامج على الهوى والترتيب مع الضيوف، يعطيهم ألف عافية ما يقصرون. اليوم الفقرة اللي مجهزين إياها التغذوية تتكلم عن حمية التخلص من السموم. بتكون معنا الأستاذة ندى علي السمية، بتقولنا شو هي حمية التخلص من السموم. صباحك ورد أستاذة ندى. أستاذة ليه ما تجهز أستاذة ندى؟ صباحك ورد. صباحك نور، أهلا، شخبارك؟ حياك الله بصحة وسعادة. أهلا كيد، حياكم الله. الله يحييك. خبرينا شو هي حمية التخلص من السموم؟ لا تكون حمية الماء. هي شبيهة منها، أنواع منها، حمية التخلص أو عملية تنظيف الجسم من السموم اللي هي مشهورة الحين باسم الديتوكس. هي معروفة وتستخدم أو يتم الترويج عنها أنها حمية تقوم بإعادة النضارة للبشرة وتحسن الهضم وتقوي الشعر
وتساعد على خسارة الوزن بسرعة وتعزز المناعة، فهاي كلها ترويجات لنظام الديتوكس. نعم. وهو في بعضها أنواع أو في أنواع منها كثيرة، مثلا الصيام لفترات قصيرة أو استهلاك صنف معين مثل الفواكه والخضار فقط، أو الابتعاد عن أصناف معينة مثل النشويات ومنتجات الألبان، هاي كلها بحجة أنها ممكن تخلص الجسم أو تنظف الجسم من السموم. لكن الخالق عز وجل أبدع في خلق أجسامنا، فجعل فيها أعضاء داخلية وخارجية تنقي الجسم من السموم، لا نحتاج لحمية تمنع أو تفصل بعض من الأغذية اللي هي أساسية في الحياة لاستخدامها، فمثلا الكبد والكلى حتى الجلد هذول مسؤولين في تصفية الجسم من كل السموم. فمثلا هل يعقل أن نتغذى على خضار وفواكه فقط؟ خضار وفواكه بعد، يا ريت خضار. بالعاده فاكهه اعتقد معظم الناس يقول لك نوع فاكهه بالعاده يكون جريب فروت اعتقد، ويما بس ماي او ماي منكه بالاعشاب بس طول اليوم لمده يوم او يومين عشان يسوي ديتوكس. فهل يعني هل الجسم يستطيع انه ياخذ احتياجه من يوم او يومين فواكه بس؟ صح الفواكه مفيده وغنيه بالفيتامينات والمعادن والالياف، لكن التغذيه السليمه واحتياجات الجسم تفرض الحاجه ان نتناول يعني غذاء متكامل من بروتينات من كربوهيدرات بالاضافه الى الفواكه والخضروات في النظام. صحيح. وكلها هاي حقائق ان هناك حقائق حول فقدان الوزن بواسطه الديتوكس، والديتوكس يساعد على فقدان الوزن. بس في اسباب تجعلنا نبتعد عن هاي الانظمه. فمثلا هاي عمليه الصيام او التوجيع تدخل الجسم في حاله استنفار تجعله يحرق ببطء عشان يتماشى مع النظام او النمط اللي ماشيين فيه اللي هو سعرات اقل، فالحرق بيصير ابطا ومخازن الدهون في الجسم تزداد تخزينها وتركيزها. ثاني شيء ممكن فقدان الوزن السريع هاي اللي هي تنتج في حالة التوجيع تنتج باستهلاك أول شيء السوائل، ثاني شيء الجلايكوجين في الجسم والعضلات، وآخر شيء أصلاً حتى ما توصل لحرق الدهون اللي هو أصلاً الهدف من نزول الوزن هو حرق الدهون. فالناس لما تسوي ما تخسر دهون، الوزن اللي قاعد تخسره وزن الماي وزن عضلات عضلات عشان تيجي ترجع عشان في اخر شيء كل الوزن بعد ما يوقفوا هالنظام يرجع للنظام الاعتيادي يسترجع كل الوزن المفقود. وحتى غير الصحه والارهاق والدوار والتعب في حاله هذا النظام الاعتماد على هاي الحميات. استاذه ندى، بالعاده الناس تسوي مثل هالحميه، انا شفت وايد ناس مروا علي ان الغرض منها مو بانزال الوزن، يقول لك لان احنا مثلا وايد نخربط خلال يوم لحوم ومنتجات البان وكربوهيدرات وغيره، فيقول لك نسوي يوم بس سوائل يقولون انه يريح الجهاز الهضمي. فاذا مو الغرض منه ان واحد ينزل وزنه، انا بس يعني يريح الجهاز الهضمي، هل ممكن واحد يسوي هالنظام؟ هو ما يفضل يوم كامل لان الجسم يحتاج، يعني اذا ما في سعرات حراريه من النظام بيرجع لمصادر اخرى. صحيح. لساعات نريح الجهاز الهضمي ما في مشكله، حتى الصيام ربنا فرض علينا الصيام لسبب ان نريح كمان الجهاز الهضمي. بالضبط. بس ليوم كامل نتبع يوم او يومين ما ننصح فيه. حتى هذه مثلا الماي اللي يحطون فيه خضروات او فواكه بحجه انه كمان نوع من انواع تصفيه الجسم. نعم. هو لا، ممكن يكون تحفيز لشرب الماي بكميه اكثر لان الجسم يحتاج كميه كافيه، بس مش وسيله لانها تتخلص من السموم. ممتاز. وطبعا مثل ما قلتي ممكن واحد يتبع على الصيام الغرض منه طبعا هو إراحة الجهاز الهضمي وتخليص الجسم من السموم. شكرا لك استاذة ندى علي اخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، هذه المداخلة بعنوان حمية التخلص من السموم. شكرا لك، نهارك سعيد. شكرا. فعلا اتوقع ان الطريقه الصحيه للناس اللي تبغى تريح جهازها الهضمي ان الصيام رب العالمين خلانا بمقدار من شروق الشمس الى غيابها، فما يكون يوم كامل. وبعد احنا لو في رمضان نتبع السنه النبويه في الاكل كان والله طول السنه جهازنا الهضمي مرتاح، ما يستوي هالاجرام بعد الفطور
الأكل واللحم والثريد والخبيص والهريس من نفطر لين وقت السحور كأن الأكل بيخلص. لو إحنا نتبع هذا كأسلوب نمط حياة إن نصوم، حتى إحنا عندنا الأيام البيض وصيام الأثنين والخميس، لو كل أثنين وخميس إحنا قررنا نصوم وبعد الصيام بعد وقت يعني وقت الإفطار نبدأ تدريجيا على السوائل والتمر والشوربة، أحس جهازنا الهضمي ما رح يكون أصلا فيه سموم، رح يكون جهاز هضمي رح يكون مرتاح، وفي نفس الوقت ما نفقد عضل لأنه ما حرم الجسم فترة طويلة. احنا رح ننتقل إن شاء الله الحين إلى زميلتنا أسماء الجناحي، رح تقولنا ما هو جديد السوشيال ميديا. صباحك ورد يا أسماء. صباحكم نور سود، يسور عليك على كل المستمعين إذاعة نور دبي. أهلا فيك، خبرينا شو الجديد في السوشيال ميديا اليوم؟ من الأشياء اللي أحب أركز عليها في بداية اللقاء أن مبادرة طبيب لكل مواطن، مبادرة تم إطلاقها رسميا أسبوع لطاف، ونحن نتمنى من الكل أن يستفيد منها، يعني بدل ما أنهم يجون للمراكز للمستشفيات وممكن حصول الاستشارة يكون موضوع جدا بسيط، مجرد أنه هو يتواصل مع الدكتور عن طريق التطبيق والاتصال على 8342 ممكن يحصل كل الأجوبة اللي هو يبغاها. نعم. فما يعني هذا توفير الوقت وتوفير الجهد، وممكن يعني موضوع ما يستاهل، ممكن يقدر يسوي أشياء في البيت يعني ما يحتاج إنه يأخذ أدوية، فهاي كلها يعني راح تسهل عليه. أيضا نذكر موضوع المسح الصحي، مسح دبي طبي لصحة العيون، نحب ننوه بيتكم مكالمة من مركز دبي الإحصاء. يا جماعة لا تهملوا الموضوع لأن بيتكم تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لصحة العيون. فنحب نذكر بهالشيئين. نعم. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن راح نحط قنوات التواصل الاجتماعي اليوم الساعة 11 عندنا لقاء خاص عن المشاكل، مشاكل المسالك البولية. المسالك البولية يعني لو كانوا مثلي أنا قبل كنت أتوقع أنه بس مرتبط بالكلى، لكن فعلا وايد أشياء نحن تواجهنا صحيا تحتاج أن نحن نسير عند طبيب مسالك بولية، لكن أحيانا الناس تستحي ما تعرف أنها أصلا أن هذا الموضوع لازم يروحون فيه للطبيب. فنحن ننصحهم أن يشوفون حلقتنا المباشرة اليوم بتكون على إنستغرام لايف وفيسكوب لايف، أن يتعرفون عن الأشياء اللي أكثر أمراض شيوعا عند النساء، أكثر أمراض شيوعا عند الرجال اللي متعلقة بالمسالك البولية وجراحتها. ممتاز. وأيضا من ضمن الأشياء اللي تم عرضها قناة التواصل الاجتماعي أنه أحد الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة هو تصوير تشخيص النووي لسرطان الغدد الصماء موجود في مستشفى دبي. الجهاز هذا مزود بكاميرات هجينة ثلاثية الأبعاد متطورة تساعد وايد أخصائيين الغدد الصماء والجراحين على متابعة حالة مرضاهم، وأن يعرفون يعني أحيانا ممكن تعوضهم عن العمليات الجراحية. هذا من ضمن الأشياء الموجودة في مستشفى دبي. وأيضا نذكر برسالتنا الصباحية وهي تقول لا تنتهي الدنيا بالفشل بل بالتوقف عن الحلم والعمل، اجعل من أي فشل أو عائق خبرة لبداية أكثر قوة نحو النجاح. يا سلام عليك يا أسماء، صح لسانك حبيبتي، شكرا لك يا أسماء، نهارك سعيد. ما شاء الله حتى إعداد الرسائل الإيجابية هذه اللي تعطينا إياها أسماء الجناحي في كل حلقة ترى تاخذ جهد كبير، فشكرا لكم لتجهيز الرسائل الإيجابية. وأعتقد لو إحنا شوية بس نتعب نفسنا ونسجل هذه الرسائل الإيجابية، وأعتقد تنزل على حساب الهيئة بعد في تويتر، نحطها عندنا ونذكر نفسنا فيها كل فترة، ترى رسائل تحمل معنى عميق جدا، وممكن حتى نعلمها لعيالنا، نقول لهم مثلا إن نخلي مثلا كل صبح قام يروح المدرسة نستودعهم الرحمن ونقول لهم عن رسالة إيجابية ترى تغير جدا في شخصية الطفل، ولما يكبر يستوي إنسان إيجابي ويستوي يمشي على نفس النهج مع عياله. نحن نطلع إن شاء الله الحين فاصل، وبعد الفاصل نواصل برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. التواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006.
تسعى هيئة الصحة بدبي بخطى حثيثة نحو الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة، ولنموذج صحي متكامل يتناسب ومستوى رفاهية المدينة الأسرع نمواً في العالم، وهي طبعاً مدينة دبي. من أجل ذلك وإلى جانب منظومة الرعاية الصحية التي توفرها، تعمل الهيئة على صناعة نموذج جديد لتعزيز أنماط الحياة، وذلك بتفعيل الأنشطة الرياضية المعززة للياقة البدنية والصحة. ولم يقف الأمر عن دعوة الهيئة لأفراد المجتمع الممارسة للأنشطة الرياضية فقط، بل تركز في الوقت نفسه على تحفيز موظفيها على المشاركة في مختلف المنافسات والمسابقات الرياضية، وهو ما جعل هيئة الصحة بدبي تقدم نموذجا واقعيا للناس، وخاصة بما يتصل برياضة المرأة. وهذا موضوعنا اليوم، بنتكلم عن صحة دبي وتعزيز أنماط الحياة ودعم رياضة المرأة. يسركم يكون معانا اليوم الأستاذة آمنة المرر، عضو اللجنة الرياضية النسائية في هيئة الصحة بدبي. صباح الشورد أستاذة آمنة. صباح النور والسرور دكتورة. نتكلم أول شيء قبل ما نقول شو تسوون أنتو كلجنة رياضية نسائية، شو أهمية الأنشطة الرياضية في تعزيز الصحة العامة؟ أول شيء كلنا نعرف أن الرياضة شيء مهم للإنسان بشكل عام، حتى لو رياضة خفيفة اللي هي بدينا فيها الكونسبت مع دبي 30-30 اللي هي 30 دقيقة في اليوم، حتى لو مشي بسيط، بس المهم أنه نحرك الدورة الدموية، نقوم نحن نتحرك شوي. ودائما نحث حتى الموظفين في الدوام أن إذا كانوا جالسين أكثر من 20 دقيقة يقوموا يتحركون شوية. والهيئة مو مقصرة ما شاء الله في أنها موفرت لنا أماكن نمارس فيها الرياضة، ملاعب عندنا في مستشفى راشد، صحيح، تسوي لنا مسابقات، تشاركنا في ماراثونات، صحيح، كله ما شاء الله، كله ما شاء الله، دعم كامل للهيئة للأنشطة الرياضية المختلفة. عندنا في دبي في هيئة الصحة بدبي عندنا أجندة واضحة، في أجندة لممارسة الرياضة أو للأنشطة الرياضية أو منافسات الرياضية، خبري شو الأجندة مالتنا؟ نحن كلجنة رياضية في الهيئة كل بداية سنة نسوي الأجندة حق السنة كاملة، نشوف شو عندنا فعاليات داخل الهيئة وخارج الهيئة. ممتاز. اللي داخل الهيئة تكون على مستوى المستشفيات، بس عندنا مثلا كرة قدم، كرة سلة، كرة طائرة، مسابقات داخلية أو أي مسابقات لدوائر حكومية بعد نشارك فيها كفرق. ممتاز. المسابقات الخارجية هي عند سبارتن، الألعاب الحكومية، دورة شيخة هند بالنسبة للحريم، والحمد لله حصلنا مراكز، يبنى في دورة شيخة هند المركز الثالث فريشة، المركز الأول شطرنج، المركز الأول جري، في مواطنات. ممتاز. وفي وافدات ما شاء الله. ممتاز، جميل جدا. طبعا أستاذة آمنة، عشان يكون عندنا فريق رياضي نسائي ونقدر نشارك في مسابقات سواء داخلية أو خارجية، لازم في إمكانيات تحتاجونها. شو الإمكانيات اللي وفرتها الهيئة عشان تدعمكم تكونون جزء من فريق الرياضي النسائي؟ نحن الحين كوننا فريق من 10 بنات وبعد في شباب، نتدرب حق الألعاب الحكومية، بدينا نحن من الحين أوردي بدينا الألعاب الحكومية، إن شاء الله بتكون في شهر 3. فالهيئة 3 شهور تدربون تدريب لازم، وأستاذ حمزة أعتقد ما يرحم في التدريب، دائما يقول أشد عليهم هي. عشان شو نحصل المراكز الأولى إن شاء الله. صح. فما يقصرون اللجنة الرياضية والهيئة، يدخلوننا أحسن جيم في دبي. ممتاز. أحسن مدربين وعلى ما نحن نحتاج، يعني يومين 3 أيام في الأسبوع دائما يعني يشاورونا نحن شو نحتاج، شو الأحسن، شو المدربين الأفضلية. ممتاز ممتاز. أنت شاركتي في كم منافسة على مستوى الإمارات؟ أنا شاركت في دورة شيخة هند وشاركت في الألعاب الحكومية أول سنة، العام ما شاركت، السنة الجاية إن شاء الله بشارك. تحسين شو أصعب مسابقة اشتركتي فيها؟ الألعاب الحكومية دفنتي. هي أصعب واحدة، ليش هي صعبة؟ لأن كل سنة تكون غير عن الثانية، والتشالنجز اللي فيها تختلف عن أي تشالنج ثاني اللي هو في سبارتن ولا في أشياء ثانية. سبارتن تقريبا يكون كله نفس الشيء، بس على مستويات 5 كيلو، 10 كيلو، 20 كيلو. ممتاز. لكن الألعاب الحكومية في مايند جيمز، يعني أشياء بالذكاء وشيء، وتيم سبيريت،
و في تعزيز روح فريق وايد في الألعاب وايد الحكومية وايد صح؟ يعني إذا نحن مو على قلب واحد مستحيل يعني نصير للتشالنج اللي بعده. صحيح صحيح. وأشياء صعبة اللي هي يعني أنت لو شفتي الألعاب الحكومية بتشوفين أن يعني التسلق وايد تسلق عالي وصعب، عالي وتتيودين في شيء، طحتي تطيحين في الماي، الماي بارد، تغوصين في ماي يعني ظلام، تحصلين مفتاح، هاي أشياء يعني. فتحسينها هي متعه، يعني متعه مع رياضه، مو بس عباره عن جري او تسلق، ولكن في في جزء ممتع. وقلتي في بعد العاب ذهنيه موجوده صح. فيها تعتمد على الذكاء والتفكير طبعا اكيد روح الفريق. فعشان شي ما شاء الله التجهيز على قدم وساق مثل ما يقولون حق الالعاب الحكوميه. ان شاء الله نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق توصلون. انا دائما اقول يعني اي مسابقه رياضيه كانت على اختلاف مستوياتها، المهم المشاركه، هي روح المشاركه ترى نفسها. ترى انت مهما كان النتيجه راح توصلها او النتيجه راح تطلع منها، كنت الاول او الثاني طبعا كل النمر رقم واحد صح، لكن ثالث رابع خامس، انت في النهايه انت غيرت نمط حياتك، اتدربت وشفت شو الاشياء اللي انت ضعيف فيها بالضبط. تشتغل عليها، تشارك صحيح. مره ثانيه تجيب مراكز احسن، وكل مشاركه تعزز روح الفريق اكثر بينكم، تعلمون ان شو الاخطاء اللي كانت بينكم، شو النقاط الضعيفه كانت في الفريق تشتغلون عليها صح. فهي هي 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 المشاركه بحد ذاتها احسها تعطي خبره كبيره جدا لكل الفرق اللي تشارك في هالمسابقات. تكلمينا استاذة آمنة عن لو تعطيني رساله للبنات او السيدات او الانسات الموجودات في هيئه الصحه عشان نشجعهم ان ينضمون الفريق الرياضي النسائي. يلا انا اول وحده، يلا اعطينا اعطينا نبا. في وايد منهم عندهم تردد، يقول لك لا يبالي مستوى لياقه وايد عالي، لازم اكون انا وايد اثليت. وايدين منهم انا قابلتهم يعني شخصيا يقول لك لا انا ما اقدر، ليش انا والله ما امارس رياضه وايد، انا مو فت وايد، او انا توني داخل الرياضه توني ما انفع اشترك في فشو شو نقول لهالبنات؟ انا اقول لهم ما علي، انتوا اشتركوا في مسابقه مسابقتين، شوفوا كيف المستوى، شوفوا انتوا في شو تبغون تتحسنون صح، وتمون تمارسونه يعني على مدار السنه عشان تكونون ان شاء الله احسن. وعادي تدخلون يعني ماراثونات وهذا، انتو يو تشالنج يور سيلفز يعني عشان تشوفون انتو في شو بتتطورون صحيح، وتحطون لعماركم هدف تبغون توصلونه. اذا حد يبا يعني يطمح انه يشترك في المسابقات السبارتن او الالعاب الحكوميه، شو تنصحين يبتدي يشترك في اي مسابقات كبدايه تكون الضغط فيها يمكن اقل وما تحتاج جهد وايد؟ هي مسابقات صغيره يمكن اللي يسوونها في الجمات، شوفي انت في اي جيم مشتركه، اسالي شو السمول تشالنجز اللي يسوونها في يكون بالعاده ماراثونات صغيره يسوون ما ادري 5 كيلو او شيء شيء صح بالضبط صح. ودائما على كايت بيتش يعني انت بتشوفين الناس تركض بالهبل صح. وديورينج دبي 30 الشهر اللي فات كانوا وايد يسوون مسابقات يعني كل جمعه وسبت تقريبا ممتاز. فهم اذا يتمون يشوفون شو اللي يستوي على وسائل الاعلام بيشوفون هم في شو ممكن يشاركون، شو ميولهم صح مثلا صح. اي نوع اوف ريس صح بالضبط. وبس دورة شيخة هند يعني مفتوحه، يعني الرقم مفتوح حتى بالضبط بالضبط. ونحن كل سنة نطرش وما شاء الله عنا عدد حلو ممتاز، وما شاء الله الحين في دبي تقريبا كل فريج في ممشى يساعدنا. الواحد قبل كان واحد يقول انا وين بمشي في الشارع ما في مكان، الحين ما شاء الله الممشى مهيأ وامن واستغلوا هالجو يعني وايد حلو تصيرون تمشون. اهم شيء ان واحد بمارس رياضه لازم يبتدي يحمي شويه، يلبس تكرمون جوتي رياضه، ممنوع نصير مارس رياضه حتى لو مشي بنعال مال البيت او نعال صح. عادي او يقولك هذا فلات، لانه ممكن يضر العمود الفقري فتطلع من الرياضه انت متاذي مش مستني. نوع الجوتي وايد مهم بالضبط. تختارون جوتي حق المشي والرنين. صح صح. يعني الحين ما شاء الله حتى الجوات تكرمون صار فيها في الميموري فوم وفي للمشي وفي للجري وفي العدائين في الماراثونات، فاستثمروا في جوتي رياضه زين صح. تستخدمونه وروحوا للممشى وخذوا عيالكم معاكم تغيرون جو وفي نفس الوقت مارسون رياضه. ما صار في داعي ان الواحد والله عشان يمارس رياضه المشي لازم يشترك في جيم ويدفع بيتات عشان يركض على التريدميل، لا وايد في اشياء ببلاش بالضبط في وايد في كل مكان موجود. فهذه رساله لجميع اللي يسمعون انهم يحاولون يصيرون يمشون يستغلون الطبيعه اللي عندنا الحين والجو الجميل والممشى اللي موجود عشان مارس رياضه. وما تعرفون ممكن من مجرد اشيكم على ممشى مره مرتين في الاسبوع تشاركوا في ماراثونات بعد تشاركوا في مسابقات، ترى ما في حد
بدأ من القمة، الكل بدأ من تحت وبدأ يتسلق شوي 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 مع التدريب، مع التدريب المستمر والمثابرة أكيد يوصل. أنا شاكر لك أستاذة آمنة المرار، عضو اللجنة الرياضية النسائية في هيئة الصحة بدبي، وجودك معنا اليوم للحديث عن دور اللجنة الرياضية النسائية، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق وفي الألعاب الحكومية إن شاء الله تحرزون على المراتب. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا. ما شاء الله. طبعا كثر ما نقول عن أهمية الرياضة، أنا ما أدري ليش الناس يقول لهم دائما ليش ما تمارسون رياضة، حتى لما يجون العيادة يقول الدكتورة ما عندي بدأت أشترك في الجيم. ما حد قال رياضة معناه تصير تسوي تستخدم الأجهزة المكلفة في النوادي الرياضية. إذا أنت عندك ميزانية أكيد إحنا نشجعكم. ليش؟ لأن في أجهزة رياضية مختلفة، في مال القلب، في الجزء السفلي من الجسم، في الجزء العلوي، ولكن أبسط شيء التمشي، المشي، الممشى ما شاء الله متوزع في كل مكان. واللي شجع الحين أنا حتى الممشى العدال بيتي يوم أنا أسير ما شاء الله حريم كبار، أمهات مع عيالهم في القاري ودس ولدها على القاري على هذا على في الممشى. قبل كان شوي الموضوع، قبل كم من سنة أحس ما كان فيها الوعي، تشوفون بس رجال يتمشون، فكنا إحنا النساء نستحي نسي نمشي. الحين ما شاء الله البنات لاقين ماسكين بعض، بنات مدارس جايين يتمشون، أمهات يدات، فصار في ثقافة إن المشي عادي وممكن نتمشى وممكن عشان نعزز النشاط الرياضي عندنا ونحسن صحتنا. احنا نطلع ان شاء الله فاصل، بعد الفاصل نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الاعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الاذاعي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي. أحب أني أرحب بكل من انضم إلينا وأذكركم بأرقام التواصل معنا على 6005514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. أطلقت هيئة الصحة بدبي خدمة نقل الدواء للمنازل بالمجان التي تعد الأولى من نوعها في تكاملها وفي أنظمتها الإلكترونية المتصلة بقاعدة البيانات والمعلومات في الهيئة، وذلك من خلال الصيدلية المتنقلة التي دشنتها الهيئة مؤخرا، وهي عبارة عن حافلة مجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات، يرافقها صيدلي متخصص لتسليم الدواء وتقديم الاستشارات والإجابة على أي استفسارات بجانب التوصيات والنصائح الطبية التي يقدمها الصيدلي حول استخدامات الأدوية وفعاليتها. للتعرف على تفاصيل هذه الخدمة المتميزة والمطورة وكيفية الحصول عليها، يسعدنا أن يكون معنا الدكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي. دكتور علي، صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحك الله بالخير طول العمر، وألف مبروك الحقيقة على إطلاق هاي المبادرة، المبادرة المتميزة صراحة اللي تثلج الصدر وأيضا تسعد يعني متعاملين هيئة الصحة بدبي وكل المواطنين والفئات اللي بتتكلم عنها إن شاء الله أنت دكتور. دكتور علي، عطنا نبذة عن الخدمة الجديدة الصيدلية المتنقلة. البداية أشكركم في استضافتي في برنامج الممتاز هذا الجيد. الله يبارك فيك. طبعا هيئة الصحة دائما تتطلع لإسعاد مرضاها وعملائها ومرضاهم، وطبعا هذا دائما يعني بقيادة وتوجيه معالي حميد قطان المدينة عام الهيئة. نعم. طبعا بتوجيهات من الشيوخ بيطول أعمارهم. هيئة الصحة تبذل كل جهدها أن توصل للمرضى، تكون بالقرب منهم وجانبهم. هي الخدمة الدوائية أو توصيل الأدوية للمنازل أو للأماكن العمل حتى، هي خدمة أطلقتها الهيئة لكي تصل يعني عن صيدلية متنقلة، يصل الدواء مع صيدلاني عشان يشرح للمريض كيف استخدام الدواء وكيف يتعامل مع الدواء وكيف يأخذ الدواء. فطبعا الخدمة هذه 24 ساعة، وطبعا تصل في خلال 24 ساعة أيضا. نعم. الصيادلة يكون مع صيدلية اللي هي صيدلية متنقلة، ما بتطلق عليها سيارة، صيدلية متنقلة من معها صيدلاني. نعم. صح. يعني يكون معها تكون مجهزة مبردة
ونقل الأدوية تكون بشكل سليم وصحيح، أفضل حتى من ما هو المريض نفسه يأخذها. نعم. الصيدلي يكون بالقرب من قريب من المريض، يكون يحتك معه ويتعامل مع المريض نفسه ويشرح للدواء ويستخدمه. الهدف من هذه طبعا في البداية احنا تقليل المعاناة، تقليل انتظار المرضى، هالاثنين طبعا وصلنا الى رضا المرضى وسعادتهم، وبالنهاية التزامهم بالعلاج الدوائي. لما يلتزمون بالعلاج ويلتزمون بالنصائح الطبية والسودانية نحصل على محصلة علاجية أفضل، معناتها نصل إلى مجتمع خالي من الأمراض، مجتمع مثقف طبيا وسودانيا وصحيا. صح. هيئة الصحة طبعا أطلقتها والحمد لله من أول يوم كان فيها لها نجاح وصدى في المجتمع. أيضا في شيء مهم جدا، كيفية الحصول على الخدمة هي سهل جدا. نتكلم إذا تكلمنا عن كبار السن، كبار المواطنين، وأيضا ذوي الهمم، إحنا يعني نعملها أوتوماتيكيا بدون ما هم يطلبون الخدمة، إحنا بنفسنا نقدم لهم الخدمة أوتوماتيكيا، يعني نطلعهم من السيستم من النظام ونوصل لهم على طول بدون ما يطلبون الخدمة. والباقين طبعا أي واحد ثاني إحنا نقدم الخدمة بناء على طلبه. الطلب بسيط جدا، يعني ما يكون عن طريق الابلكيشن، اللي هو في ابلكيشن الموبايل يعني ممكن يدخل عليه وينزل الموبايل ويطلب الخدمه، او اذا يكون والله يقول هو انا ما عندي ما اقدر انزل الابلكيشن، او ممكن اطلب عن طريق الموبايل طبعا احط على الموبايل، فممكن يتصل بتليفون بالصيدليه. يعني انتهى مثالين عليها، حتى ممكن يتصل بالصيدلية ويحصل يطلب الخدمة والصيدلية هو يتواصل معه ويخلص معه. احنا نطلب من اهم شيء طبعا يعطينا تفاصيل يعني اسمه ورقم بطاقتنا وندخل في النظام ونطلع الوصفة، اهم شيء تكون وصفة موجودة في النظام. الشيء الثاني انه طبعا احنا نقدم الخدمة لكل المواطنين بدون يعني استثناء، وحاملي طبعا سواء كان مواطن هو يحمل بطاقة عناية أو سعادة أو لا يحملها نقدم إليه. أيضا طبعا الحاملين بطاقة عناية أو سعادة نقدمهم لهم، وكل المقيمين اللي عندهم بطاقة عناية يعني أتكلم عن الوافدين نقدم لهم خدمة بناء على طلبهم. شيء مهم جدا إن طبعا إحنا بدينا في دبي، إن شاء الله يعني نطلقها كامل في دبي وننتشر في دبي، بعدين إن شاء الله ننطلق من دبي إلى الإمارات الشمالية في 2020 إن شاء الله. دكتور، مثل ما تفضلت إن يعني المبادرة هاي مبادرة يعني ممتاز الحقيقة، وأيضا تتماشى مع يعني رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، اللي دائما يعني أن الجهات الحكومية توفر الخدمات، أن نحن اليوم نوصل للمتعامل في بيته، وبالأخص الإنسان اللي يحتاج مثل هذا النوع من الدعم أن توصله اليوم هيئة الصحة دواه إلى بيته. بل وأن اللي يميز المبادرة هاي ان يعني توصيل الدواء للبيت مع صيدلاني مخصص، بحيث ان اذا المتعامل او المريض عنده اي استفسار عن الادويه يتم يعني الرد على هاي الاستفسارات يعني في داخل بيت المريض. دكتور، اكيد انتم من خلال يعني عملكم على المبادره هاي في هناك معايير وفي هناك شروط، من هم المستفيدين من الخدمه ونطاق التوصيل؟ المستفيدين منها هم كل المواطنين، سواء يحمل بطاقة عناية أو سعادة أو لا يحملها، أي مواطن مستفيد منها. أيضا المستفيد الثاني هو طبعا المقيم اللي يحمل بطاقة عناية. احنا أطلقناها طبعا خصصنا فيها ذوي الهمم وكبار السن بحيث أن نسهل عليهم كل الأمور، لكن الخدمة ما مقتصرة على ذوي الهمم وكبار السن، بل هي لأي شخص يحمل أي شخص عنده يعني هو عنده وصفة في نظام سلامة اللي هو تابع لهيئة الصحة، أو هو مريض يعني يزور مستشفيات الهيئة وعنده وصفة في النظام. فأي شخص يحب الخدمة وعنده الوصفة وعنده أو هو من المتعدين الهيئة ويحب يأخذ الخدمة
في المستعدين قدم لي الخدمة. هي خدمة مثل ما قلت حضنا، هي ليست خدمة فقط إن هي توصيل دوائي، لا نعم. هي خدمة عبارة عن صيدلية متنقلة، يعني إحنا نحسسه إن المستشفى معاه، يعني إنه هو كأنه الصيدلية، يعني هو لأنه هو صيدلاني، هو كأنه صيدلاني واقف معاه واصل لبيته، نعم. ويشرح له الدواء ويعطي الدواء ويسلمه، حتى لو هو أنا أعرف يفتح لي الدواء ويفهمه ويراويه شو مسلم، يعني يفتح لي الكيس ويراويه، أو يفتح لي إذا كان في مثلا ثلاجة يفتحه ويراويه إنه والله هذا الدواء كذا وهذا الدواء كذا وهذا استخدامه تتفاهم منها، في شيء عندك أسئلة في أشياء معينة، فحتى يقوم بدور التثقيفي. نعم اللي هو نعم صح، عبارة عن يعني صيدلي يعني الحساسة، بحيث انه كأنه في المستشفى، هو عنده البيت لكن كأنه في المستشفى. صح صح دكتور، اكيد يعني طبعا هناك مثل ما عرفنا نحن بتكون مراحل، المرحله الاولى هاي اطلاق المبادره، في هناك مرحله اخرى، حدثنا عن الخطه، يعني خطه التوسعه المقبله في خدمات الصيدله او الصيدليه المتنقله. مثل ما تفضلت حضرتك، مثل ما انت عارف ان هيئه الصحه نعم. تخدم من إمارة دبي وتخدم من الإمارات الشمالية أيضا، وفي خدمات تقدم. إحنا الحين حاليا بدأنا إن شاء الله في دبي، وأطلقناها في دبي. أول ما نخلص من دبي نطلع إن شاء الله من دبي في 2020، في منتصف 2020 إن شاء الله إلى الشارقة وعجمان، ثم بعدها إلى أم القيوين ورأس الخيمة، ومن بعدها إلى الفجيرة وإلى أبو ظبي إن شاء الله. نعم دكتور، طبعا فعندنا يعني خطه، عندنا خطه ان احنا بحيث ان احنا في نص 2020 ننطلق الى الامارات الثانيه ان شاء الله. ممتاز ممتاز دكتور، الحقيقة يعني مبادرة جميلة، ومبادرة أكيد يعني بتزيد نسبة سعادة متعاملي هيئة الصحة بدبي، وذلك بسبب يعني توصيل الأدوية، ومثل ما ذكرت الدكتور مجانا إلى منازلهم، بل أيضا يعني وجود الصيدلي يعطي يعني اهتمام أو أهمية كبيرة لهذا الموضوع. شكرا دكتور علي السيد. في مداخلة عبد الله، شيء مهم جدا ما ذكرناه. نعم تفضل دكتور. الخدمة هاي مجانية. نعم. يعني خدمة ما شيء مقابلها مبلغ، هي مجانية، يعني مجانا تقدم مجانا للمرضى، للناس، للعملاء. نعم. أي واحد يبغيها ما بس يطلبها، والخدمة تقدم له مجانا. هذا شيء مهم جدا. يعني توصل للبيت يعني خلال 24 ساعة أو متى ما يطلبها، وأيضا مجانا بدون أي رسوم. مجانا. إيه بدون أي رسوم. جميل جدا. دكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك، تحدثنا معاه اليوم عن خدمة دوائي، أحدث الخدمات المباشرة لخدمة الناس. شكرا دكتور. شكرا دكتور. شكرا يا عبد الله. شكرا. الله يحييك. ما شاء الله، طبعا خدمة الصيدلية المتنقلة خدمة جدا ممتازة، وبيستفيدون منها الفئة اللي هي موجهة لها، هي كبار السن، ذوي الهمم وغيرهم، فاحنا نشجع الجميع ان هم يستفيدون من هذه الخدمة، مثل ما قال الأستاذ علي ان الوصفات اللي الخاصة بكبار السن يتم إعادة إصدارها يعني اوتوماتيكيا، يعني ما في داعي كبير سن يجي العيادة ويطلب تجديد الوصفة الطبية. أنا في دراسة بتكلم عنها، دراسة جدا مهمة لأنها تعنى بالأطفال وأكثر الأسئلة شيوعا توصلنا. هذه الدراسة متعلقة بتناول الطعام الصحي للأطفال. تقول الدراسة، هذه الدراسة نشرت في مجلات التثقيف والسلوك الغذائي، أن تقديم الطعام للطفل مع نصيحة مركزة قد تدفعه لتناول الطعام دون تردد. شو يعني؟ نعم، احنا لما نعطي عيالنا تعرفون لما نعطيهم الاشياء اللي تخوفهم، البروكلي والزهره والعدس والطماطم، جيل هالزمن كلهم زعلانين من الطماطم، كل الامهات يجون يقولون دكتوره ما يرضون ياكلون اكلنا، ما يبون طماطم، ما يبون شيء اخضر، ما يبون بصل في الاكل. فاحنا كيف ممكن نقدم عيالنا هذه الاكلات اللي احنا او الخضروات انه نعزز ان عيالنا ياكلونها؟ هالدراسة تقول تمثلت الطريقة الأولى في تقديم الطعام للأطفال دون أي نصيحة، يعني بس حطوا قدامهم وقالوا لهم كلوا. الثانية بتقديم الأطعمة للأطفال مع نصيحة صحية عامة. في حين كانت النصيحة الثالثة، الطريقة الثالثة في نصيحة مركزة أكثر.
يعني ان الاطفال الذي حصلوا على الطعام اعطوهم عبارات تحفيزيه باهميه هذه الخضروات والفواكه، مثلا احنا نقول للاطفال تستوي اذكى، تستوي اطول، تستوي تحفظ اسرع، تحل مسار رياضيه افضل، فاقدموا هذا هؤلاء الاطفال على تناول وجباتهم دون تردد مقارنه مع الذين لم يحصلوا على اي نصيحه او حصلوا على نصيحه عامه. والله عبد الله احس الكلام فعلا فعلا ياثر في الاطفال، يعني حتى مع عيالي يوم تعطيهم، انا احفز عيالي من ياكلون بيض كل يوم عشان الفيتامين ده اللي فيه، وانا احب البيض اكيد، هذا المخرج وائل القاسم قال دكتوره انت بعد تحبين البيض، فكيف اشجعهم ياكلونه؟ دائما لما اقدمهم البيض يقول لا ما بناكل، اقول لهم ترى تشوفوا هالاصفر هذا يخلي دماغكم اكبر، انتم تكون اذكى في الصف. فصار ولدي حتى يوم يحل اي مساله رياضيه يقول ماما شفتين انا اكلت البيض. فلازم نشرح للطفل، انا ليش اقول لك اكل هالاكل؟ الطفل ما يفهم لما اقول انه شيء صحي، ما ايش يعني صحي وغير صحي، بالنسبه له هو الاكل. صح. طبعا للاسف كل شيء مو بصحي احلى، لونه احلى. صح. طعمه احلى لانه فيه مواد صناعيه، فنحفزهم ياكلون الصحي بنعطيهم هالنصيحه المركزه. ممتاز. شو رايك انت دكتوره؟ مثل ما ذكرتي انت يعني دائما يعني يوم تتكلمين انت مع الطفل وتربطين يعني الموضوع بقصه. صح. بشيء معين هاي القصه تثبت يعني في ذاكرته. صحيح. فدائما بتتم معه مثل ما ذكرت انت في البدايه انه بتكون عقب نمط حياه للطفل، وللطفل يعني مراحل الاولى مثل ما نعرف هي المرحله اللي يعني ينمو فيه العقل وتبدا يعني تثبت معه القصص والذكريات هاي من الطفوله. بالضبط، بالتالي احنا نساعد، احنا نزرع في عيالنا. بس انا يعني هالدراسة وايد جميله، بس انا بقول الامهات، في كثير من الامهات لما احنا نقول هالكلام تتوقع انه مثل المفتاح السحري، انا راح اقول الولد راح يسمع الكلام. نعم صح. ما في شيء اسمه سحر، كل شيء يباله مسايس واعاده مره، ممكن اول مره ياكل ربع الصحن، ممكن ثاني مره ربع، ممكن ثالث مره شوي اكثر، فلا نتوقع ان اي دراسه او اي نصيحه راح تعمل مع يعني شغل السحر يعني يكون. فما نبى الامهات يحسون ان هي مقصره او ان ممكن تحس ان طفلها غير اطفال الثانيين، ليش ما نفع معاه، ليش ما يسمع الكلام، شويه مسايس. ترى حتى احنا الكبار، ترى منو قال احنا نقتنع بكل شيء؟ يبانا مسايس، يبانا نغير الطريقه، نغير هذا. فهذه طريقه اعتقد لو جربناها ان احنا نقدم الاكل اللي نبغى نعطيه لعيالنا خضروات فواكه وغيره مع نصيحه مركزه ان هذا زين، يعني اعطوه معلومه يقدر هو يفهمها، يعني التفاح زين لعقلك، زين لعيونك، زين عشان تركض. انا دائما اربط مع عيالي هذا، تركض اسرع، تقفز اعلى، تحل مساله رياضيه اسرع، فيخلي الطفل يحس انه هو هذا مفيد له. صح. ايضا دكتوره يعني مثل ما ذكرتي انت مرات الامهات تقول مثلا انا هاي النصيحه او هاي الاكله الولد عندي ما ياكل، الام الثانيه تقول بالعكس انا عندي ياكل، فايضا الامهات مفروض يحطون بعين الاعتبار. صح. الفروقات الطفل الجانب العقلي وكذا يختلف من طفل الى طفل، فلا بد ان مثل ما ذكرتي يعني تتبعون اساليب وطرق معينه بحيث ان الطريقه هاي تناسب هذا الطفل اللي عندها. اكيد 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 يا عبد الله. احنا وصلنا لختام برنامجنا، برنامج صحه وسعاده. شكرا لك اخوي عبد الله جمعه وجودك معنا اليوم، والقواسمه كان معي في الاخراج، ومعي ميرا المري في التنسيق، والف شكر لفريق التنسيق والاعداد في الاعلام في هيئه الصحه بدبي. وهذه محدثتكم دكتوره ندى الملا، ان شاء الله كنا خفاف عليكم على مدى الساعه الاذاعيه هذه، ولا ان شاء الله تلتقي فيكم زميلتي غدا او يمكن عبد الله بعد يكون هو موجود. فان شاء الله نلتقيكم انا ان شاء الله الاسبوع الجاي، اقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحه وسعاده بالتعاون مع هيئه الصحه بدبي.